سوف نكون اليوم إن شاء الله مع درس مبسط موجه لتلاميذ الطور الابتدائي. هذا الدرس موضوعه المضاف والمضاف إليه. ما هو المضاف وما هو المضاف إليه؟ سنعرف ذلك من خلال هذين المثالين. نبدأ مع المثال الأول. قرأ الأب جريدة. هذه الجملة جملة فعلية. لماذا؟ لأنها بدأت بفعل، الفعل قرأ. الآن ماذا قرأ الأب؟ قرأ الأب جريدة. لاحظ هذه الكلمة المكتوبة بلون أخضر، ما نوعها هذه الكلمة؟ بمعنى هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ هي اسم. جيد، هذه الكلمة اسم. ما نوع هذا الاسم؟ هل هو معرفة أم نكرة؟ هذا الاسم نكرة. جيد، هذا الاسم نكرة. السؤال المطروح الآن، أي جريدة قرأ الأب؟ أي جريدة قرأ الأب؟ إذن هذه الكلمة مبهمة أو غامضة أو غير واضحة، ما زالت بحاجة إلى إيضاح أكثر. أي جريدة قرأ الأب؟ سأقول لكم قرأ الأب جريدة الشروق. الشروق. الآن هذه الكلمة كانت غير واضحة وغير محددة، لما أضفت إليها هذه الكلمة أصبحت واضحة. قرأ الأب جريدة الشروق، لم يقرأ أي جريدة أخرى بل جريدة الشروق. إذن هذه الكلمة أصبحت معرفة بفضل هذه الكلمة، بسبب هذه الكلمة. إذن كانت نكرة أصبحت معرفة بإضافة هذه الكلمة. إذن هذه الكلمة التي أضفناها إلى هذه نسميها مضاف إليه. مضاف إليه. إذن المضاف إليه قد أزالت أو قد أزال الغموض عن هذه الكلمة، فهذا نسميها أو هذه الكلمة نسميها مضاف إليه. أما هذه فنسميها مضاف. هذه نسميها مضاف. أما هذه نسميها مضاف إليه. مضاف إليه وهذه مضاف. حتى يتضح المثال أكثر أذهب إلى المثال رقم 2. قبض رجال على اللصوص. من الذين قبضوا على اللصوص؟ رجال. هذه الكلمة ما زالت بحاجة إلى توضيح أكثر. من الرجال الذين قبضوا على اللصوص؟ فأقول قبض رجال الشرطة. قبض رجال الشرطة على اللصوص، فأزلت الغموض عن هذه الكلمة فأصبحت معرفة بإضافة هذه الكلمة. فهذه الكلمة التي أضفناها هي مضاف إلى هذه الكلمة، وهذه الكلمة هي المضاف. إذن مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه. هذا هو المضاف وهذا هو المضاف إليه. للمضاف والمضاف إليه نغمة محددة نعرفها في الجملة. تابع معي جيدا واستمع إلى هذه النغمة أو لهذا اللحن. منظر الساحر، كتاب الطفل، جدار المدرسة، حديقة الحيوانات، جريدة الشروق،
رجال الشرطة. إذن من خلال ما قرأت، من خلال هذه الأمثلة، نعرف بأن هناك نغمة للمضاف والمضاف إليه، بحيث تكون الأولى نكرة والثانية معرفة. منظر الساحة، كتاب الطفل، جدار المدرسة، حديقة الحيوانات. فهذا هو المضاف وهذا هو المضاف إليه. المضاف المضاف إليه، المضاف المضاف إليه، المضاف والمضاف إليه. الكثير من التلاميذ يتساءل عن إعراب المضاف والمضاف إليه، كيف نعرف المضاف وكيف نعرف المضاف إليه؟ سنعرف ذلك من خلال هذه الأمثلة على السطورة. وسائل المواصلات كثيرة، راجع محمد كتاب التاريخ، نظف تلاميذ المدارس الساحات، طاعة الوالدين واجبة علينا، سلمت على كل الحاضرين. الآن وضعت خطا باللون الأحمر على المضاف، ووضعت خطا باللون الأسود على المضاف إليه. لاحظ المضاف، ثم لاحظ المضاف إليه. سنبدأ إعراب المضاف إليه. المضاف إليه دائما وأبدا يعرب مضاف إليه مجرور. إذا قلت مضاف إليه بجانبها مباشرة مجرور، لا نقول مضاف إليه مرفوع أو مضاف إليه منصوب. المضاف إليه دائما مجرور. فنأخذ المثال الأول، المواصلات، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لاحظ المثال الثاني، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لاحظ هذا المثال وهذا المثال. الآن هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره، هنا ليست الكسرة، في هذه الحالة ليست الكسرة، إنما الياء، إنما الياء. لنقرأ المثال، طاعة الوالدين. ماذا تلاحظ عن المضاف إليه؟ المضاف إليه مثنى، المضاف إليه مثنى. عندما يكون المضاف إليه مثنى فإن علامة الجر تكون الياء، هذه الحالة الأولى. عندما يكون المضاف إليه مثنى بمعنى اثنين تكون علامة الجر الياء وليست الكسرة. نرى الآن المثال الآخر، سلمت على كل الحاضرين، كل الحاضرين. إذن مضاف إليه مجرور وعلامة جره أيضا الياء. لماذا الياء؟ لاحظوا هذه الكلمة، الحاضرين هي جمع مذكر سالم، هي جمع مذكر سالم. فعندما يكون المضاف جمع مذكر سالم فإن علامة الجر فيه تكون الياء، فنقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، الياء وليس بالكسرة الياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. إذن لدي حالتين، يكون المضاف إليه مجرور بالياء عندما يكون المضاف إليه مثنى، أو عندما يكون المضاف إليه جمع مذكر سالم فيكون مجرورا بالياء. أما باقي الحالات فيكون مجرورا ب أو مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نأتي الآن إلى المضاف، المضاف، لاحظ بالخط أو باللون الأحمر، المضاف يعرب
حسب موقعه في الجملة، كيفما جاء في الجملة. لنأخذ المثال الأول، وسائل، هذه الكلمة اسم مرفوع في أول الجملة، ماذا نعرفه؟ نعرفه مبتدأ. إذا لاحظوا المضاف جاءنا مبتدأ، كيف نعرف هذه الكلمة؟ نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ثم نضيف إليها وهو مضاف. في آخر الإعراب نضيف كلمة وهو مضاف. إذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. نأخذ المثال الثاني، راجع، هي فعل ماض، فاعل مرفوع، كتابة هي مفعول به. إذا المضاف جاء مفعول به، هنا مبتدأ وهنا مفعول به، كيف نعرفه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. دائما نضيف هذه العبارة وهو مضاف. نأخذ المثال الآخر، نظف تلاميذ المدارس الساحات، نظف فعل ماض، تلاميذ فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، إذا لاحظ المضاف جاء في هذه الجملة فاعل، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ثم وهو مضاف. شوف الآن خلال هذه الأمثلة الثلاث، المضاف هنا جاء مبتدأ، المضاف هنا جاء مفعول به، المضاف هنا جاء فاعل مرفوع. إذن المضاف يأتي حسب موقعه أو نعرفه حسب موقعه في الجملة. أما المضاف إليه فلديه إعراب واحد ثابت، فنقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أو مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. إذن علامة جر المضاف إليه علامتين، إما الكسرة وإما الياء. الكسرة واضحة، الياء متى نقول أنه مجرور وعلامة جره الياء؟ عندما يكون مثنى أو عندما يكون جمع مذكر سالم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح هذا الدرس الذي عنوانه المضاف والمضاف إليه. أضرب لكم موعدا إن شاء الله في القريب العاجل مع دروس أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.